لو الحكاية فيها إن فيتو التكريم بالنسبة لنا طويلة جدا، فهناك العشرات بل المئات من الفنانين المصريين المبدعين الذين يستأهلون التكريم والحفاوة، ولذا كان الاختيار صعب، وحاولنا قدر الإمكان أن نحتفل بروادنا وأساتذتنا وأن نقدم لهم لمحة شكر، سواء من ضيوف الشرف الكرام الأعزاء الأساتذة الذين افتتحوا هذا الحفل الكريم، أو من الفنانين المكرمين والذين سوف يختتمون هذا الحفل بإذن الله. وثالثا، أود أن أقول أننا قد بذلنا جهدا كبيرا، ولم ندخر جهدا ولا وقتا إلا وأعطيناه لهذا المهرجان، آملين أن ندفع عجلة المسرح المصري دفعة ولو قليلة إلى الأمام، حتى نستعيد مسرحنا ونستعيد فننا ونستعيد قوتنا الناعمة، تلك القوة التي لا داعم لهذا الوطن أكثر منها.